الاهلي ينافس بطوله الدوري ويجي تجي انديه يعني متوسطه وغير منافسه على الدوري او انا افضل منها مستوى فني تتعادل معي تعادل غير منطقي غير منطقي ابدا. لما تعادل مع فريق زي التعاون يعني ما نعرف حتى المدرب فيه المفروض يلعب اساسي ما يلعب شوط ثاني لان ريحت مباراه الطائي خلاص. ما نقول الا معوض خير يعني هو المدرب لو عجل في التغييرات يمكن كان فرقت. اسال قروس قروس ارتكب خطا فادح احنا ندفع ملايين في لعيبه جانب يحطهم جنبه على الخط. تيسير من سنتين ثلاث ما عاد عنده شيء يقدمه. ومدرب يا حبيبي لازم يمشي، مدربنا هذا يلعب طريقه واحده، اي واحد يعرف طريقه قرص يقفل عليه انهى الموضوع. والله شوف بهذه الطريقه ما في دوري مره انا اقول لك بصراحه، باللعب ده ما في دوري والله. حنقعد لم سنين لين نموت لسه ما اخذنا دوري. الاداره ما قصرت جابت ماركينو جابت فيه. بس لعب ما في روح ما في روح ما في. نص الشوط الثاني، الشوط الثاني المفروض ينزل مهند الشوط الثاني. نص الشوط الثاني ينزل مهند يا اخي، في رفعات في اوفرات في كل شيء. قروس العب بكل قوتك. بكل قوتك، شوف الهلال كيف؟ واحد تعاون من بداية المباراة اجلدهم من أول ربع ساعة، لا تستحقر أي فريق قروس. بالسلام عليكم. لليوم مقفل التعاون دائما هذا لعب التعاون كذا بس عندنا إسلام الشاعر كل وسليمان المؤشر ما حد بيلعب بصراحة، كله منزل أنزل قروس جايب يعني هذا ماني عارف كيف بيلعب هذا كيف ماني فاهم كيف بس نقول إن شاء الله خير. ضاعت الصدارة خلاص؟ ضاعت لا إن شاء الله ما تضيع بس لسه لكن إذا كان على لعبهم ده حتضيع نهائيا وحيضيع الدوري. اليوم واجهنا فريق التعاون، فريق التعاون كان منظم صراحة أفضل منا في خط الوسط. عندنا في لعيبة مستواهم نازل مثل إسلام سراج في الشوط الأول تبدل مرتين يرجع يسار بعدين يرجع يمين. والكابتن تيسير الجاسم مستواه نازل، نتمنى من أنه يرفع. اللعيبة الأهلاوية اللي ياخذوا ملايين والنادي يصرف عليهم وفي جمهور يجي يحرق دمه هنا عشانهم يبطلوا سهر في الليل. يبطلوا سهر هم عارفين الكلمة هذه عن السهر. يبطلوا سهر مع الناس اللي مو طيبة ويلعبوا ويقوموا يصلوا الفجر مع الناس عشان ربي يوفقهم كذا. ما أنت توفق يا حبيبي لعيبة تسهر لعيبة تسهر يجيك الملعب تعبان. الدوري في بداية المشوار الأهلي بإذن الله تعالى حياخد الدوري. الأهلي ما هو في روح اليوم، اليوم الأهلي ما هو روح الأهلي اللي احنا متعودين عليه. صح صح. وبإذن الله الدوري لنا بإذن الله.